بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون، ولا تحويه الأبصار ولا العيون. سبحانه سبحانه أنزل الكتاب المكنون، وأخرج رطب الثمار من يابس الغصون. قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تصير الكافر وليا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا الحسنة ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد النبي الأمي الأمين عليه الصلاة وأتم التسليم. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، ورضي الله عن صحابتك وآلك وأزواجك وأتباعك ومن نهج نهجهم وسار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي ومستمعي الكرام، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن خلق من أخلاق الإسلام، ألا وهو قضاء حوائج الناس. بداية أيها الأحبة، أسأل المولى تبارك وتعالى أن يمتعكم جميعا بالصحة والعافية، وأن يجملكم جميعا بمكارم الأخلاق، اللهم آمين. وأسأله تبارك وتعالى أن يصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، بداية نرحب بضيفين كريمين عزيزين، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي، القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا وأسعدتنا. يا مرحبا، سعداء والله. ونرحب أيضا أيها الأحبة بفضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري. أهلا بك فضيلة الشيخ. الله يكرمك، شرفتمونا وأكرمتمونا وأسعدتمونا بحضوركما في هذه الحلقة وفي هذه القناة العظيمة. تعالوا بنا أيها الأحبة قبل أن نتحدث عن هذا الخلق العظيم، خلق قضاء حوائج الناس، تعالوا بنا نستمع إلى آيات بينات كريمات من كتاب ربنا تبارك وتعالى مع فضيلة الشيخ محمد حسن الصعيدي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم،
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم يشركون.
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. صدق الله لك. جزاك الله خير. كرمك الله. الله فيك. فتح الله لك. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. جزا الله فضيلة الشيخ محمد حسن الصعيدي خير الجزاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبه آمين. ونور بصره آمين. وجلاء صدره آمين. وذهاب همه آمين. وغمه آمين. وحزنه آمين. ورب العالمين آمين. أحبتي في الله، قضاء الحوائج ثوابه عظيم في الإسلام. قضاء حوائج الناس من شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وخلق عظيم من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان دايما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يسعى لقضاء حوائج الناس وتفريج كروبات الناس ومساعدة الناس، ولقد أثنت عليه السيدة خديجة رضي الله عنها بهذا الخلق في بداية الأمر عندما نزل عليه الوحي وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فزعا خائفا وقال لها زملوني زملوني، فقالت له النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له السيدة خديجة رضي الله عنها يا محمد لا تخف، ما تخافش، لا تحزن، فوالله لن يخزيك الله أبدا. ليه قالت له هذا الكلام؟ قالت له والله لن يخزيك الله أبدا لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني ما تخافش يا حبيبي يا محمد، ما تحزنش، مش هيصيبك أي شيء أي مكروه، لأنك بتساعد الناس وبتقضي حوائج الناس، واللي بيساعد الناس ويقضي حوائجهم ويسعى في قضاء حوائج الناس سيكون الله معه ولا يخاف ولا يحزن أبدا. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا في قضاء الحوائج، ولقد بيّن لنا الحبيب المصطفى صلوات الله عليه في سنته فوائد التي الفوائد التي تعود على من يقضي حوائج الناس. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من فوائد قضاء حوائج الناس تفريج الكروبات يوم القيامة. اللهم فرج عنا كروبات يوم القيامة يا رب. وخلي بالكم يا أخوانا، كروبات الدنيا اللي احنا عايشينها ولمسينها دلوقتي مهما عظمت ومهما اشتدت ومهما بلغت لا تساوي ذرة أمام كروبات يوم القيامة. خلي بالكم، كروبات يوم القيامة كروبات شديدة فظيعة عظيمة. يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد وتقترب منهم ويعرق الناس ويتفاوتون في عرقهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ويغطيه، أعاذني الله وإياكم من هذا. ساعتها ينادي ربنا تبارك وتعالى على مجموعة من العباد ليظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء العباد الذين يقضون حوائج الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فيبقى اللي بيقضي حوائج الناس سيفرج الله عنه كروبات يوم القيامة. والدليل على هذا قول حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يقول من نفس عن مؤمن كربة من كربات الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. الله. ومن يسر على معسر
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله سبحانه وتعالى سيكون في عونك، سيكون في حاجتك، سييسر لك أمورك إذا ساعدت الناس. وده يا إخوانا الفايدة الثانية تعتبر من فوائد قضاء حوائج الناس، ألا وهي تيسير الأمور. ربنا ييسر لك أمرك. والدليل على تيسير الأمور قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا يا رب. وتعالوا كده يا إخوانا نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعته، وارزقنا واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته. اللهم أوردنا حوضه الأصفى، واسقنا بكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا يا رب. لله قوم بحاجات الناس قد شغلوا، فأسابهم رب العباد نعيما. لله قوم بحاجات الناس قد شغلوا، فأثابهم رب العباد نعيما. قوم إذا علموا الضعيف تسابقوا، قوم إذا علموا الضعيف تسابقوا بالبر دوما، بالبر دوما يكفر التكريمًا.
أهل المعونة والهداية والتقى، أهل المعونة والهداية والتقى، يدعون ربا بالقلوب رحيما، يمشون بالأسحار، يمشون بالأسحار يسعى نورهم، يخشون يوما بالبخيل أليما، قلب من الإخلاص، قلب من الإخلاص أشرق نبضه، عرف السبيل وقد رآه قويما، فتعاون وتكاتفوا وتقربوا، لله تجزون النعيم مقيما. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك. والله انا مش عايزك تخلص يا شيخ، والله يعني احنا لو الحلقه ممدوده مش كنتش عايزك تخلص والله. ربنا يكرمك، جزاك الله خير، والله امتعتنا، ربنا يبارك فيك. احبتي في الله، نشكر فضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الفتاح البشتيري، القارئ والمبتهل بالاذاعه والتلفزيون المصري، على هذه الاناشيد والابتهالات، جزاه الله خيرا. وناخذ هذا الاتصال من اسيوط. معانا مين؟ معانا الأستاذ ممدوح من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله. طيب فصل الاتصال. طيب مش حاول تتصل بينا حاج ممدوح. بالنسبة أخوانا جت كمان سيرة أسيوط، إحنا بنتكلم عن قضاء حوائج الناس، وإحنا بنتكلم في هذه القناة الفتية العظيمة، ربنا سبحانه وتعالى يبارك في العاملين فيها وفي القائمين عليها. أنا عايز بس أناشد وزارة الصحة، بالنسبة إحنا بنتكلم عن قضاء حوائج الناس وفضل قضاء حوائج الناس، في محافظة أسيوط اللي إحنا فيه طبعا الناس أكيد هتعمل مداخلات معانا دلوقتي، في مستشفى في مركز ومدينة ساحل سليم. طبعا مركز ومدينة ساحل سليم ده يا أخوانا يبلغ عدد سكانه حوالي 250,000، يعني حوالي 250,000 نسمة. كان فيها مستشفى مركزي، هذه المستشفى من أقدم المستشفيات يعتبر على مستوى جمهورية مصر العربية. هذه المستشفى طبعا جالها قرار إزالة وهدمت منذ 3 سنوات، وقال المسؤولون أنها ستبنى أو سينتهي العمل منها في خلال 18 شهرا، ولغاية دلوقتي 3 سنين ما تحطش فيها طوبة واحدة. وناخد معانا الدكتور نحمية سيطلعنا على هذا الموضوع ويكلمنا عن ظروف مستشفى ساحل سليم. السلام عليكم دكتور نحمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور نحمية طبعا مدير مستشفى مركز ساحل سليم، مش كده؟ مظبوط. اهلا وسهلا بيك فندم، اتفضل فندم. اهلا فندم. ايه ظروف مستشفى ساحل سليم لغايه دلوقتي ما اتعملش فيها حاجه من 3 سنوات؟ استاذنك بس تديني مساحه في عجاله كده. اتفضل فندم. اعرض لحضرتك موقف المستشفى بالكامل. اتفضل فندم. في 11/5/2017 نعم وصل للمستشفى قرار من وزاره الصحه تمام بخصوص تطوير مستشفى ساحل سليم
بمبلغ محدد، كان المبلغ محدد وعلى ان يتم تسليم الموقع، وتم تسليم الموقع بالكامل على يوم 14/6/2017. تمام. تسليم الموقع كان من خلال مندوب وزاره الصحه واداره المستشفى ومندوب جهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، شركه ايلاند للانشاءات. تمام. ومكتب بيئه كونسلت للاستشارات. تمام. وتم تسليم الموقع على عجاله في اقل من 15 يوم، وتم عمل التعاقد مع الشركه من خلال وزاره الصحه. تمام. في التعاقد مده تسليم المبنى 18 شهر، تنتهي في 31/12/2018 يا فندم. تمام. بدا العمل في بعد تسليم الموقع. تم هدم اربع اخمات المستشفى بمساحه حوالي 4000 متر مربع. تم عمل حفر بعمق 3.95، وتم عمل احلال بارتفاع 1.2. وفجاه في ديسمبر 2017، تمام، اي بعد مرور 6 اشهر من بدايه العمل في الموقع وبدون اي اسباب وبدون الرجوع الى اداره المستشفى، توقف العمل وبدأت الشركة المنفذة في سحب معداتها من الموقع. وبالسؤال تبين أن هناك مشكلة في التمويل وسداد الجهات وسداد مستحقات الشركة. من يناير 2018، أي تقريبا من حوالي سنتين، أيوة، بدأت المستشفى تتواصل مع جميع الجهات المسؤولة. تمام. بدءا من السيد الأستاذ الدكتور وكيل وزارة الصحة بأسيوط، السيد رئيس مجلس ومدينة ساحل سليم، السيد اللواء محافظ أسيوط، السادة أعضاء نواب مجلس النواب عن محافظة أسيوط بالكامل وليس عن مركز ساحل سليم فقط. تمام. أرسلنا نداء واستغاثة إلى الأستاذ الدكتورة وكيل وزارة الصحة، وأرسلنا نداء واستغاثة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. وأرسلنا نداء واستغاثة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحرك. نعم. بسرعة لاستئناف العمل في المشروع. تمام. بعد معاناة، عشان نبقى صادقين، وصلت إلينا بعض الردود أن المستشفى مدرجة بقصة العام المالي 2018-2019 بمبلغ يصل إلى 25% من المبالغ المطلوبة لاستكمال العمل، وتم ارسال خطاب اخر برضه بمبلغ يصل الى 50 مليون جنيه في العام الاستثماري 2019-2020. تمام. حتى تاريخ وساعته لم يتم استئناف العمل في المبنى القائم. حاليا المستشفى تعمل باربع تخماس القوة، يعني اربع تخماس المبنى قدم. احنا بنشتغل في مبنى واحد اللي هو مبنى الاستقبال المكون من بدروم وثلاث طوابق فقط. وعشان الخدمه ما تتوقفش في مركز يصل تعداده لحوالي 240 الف نسمه. تمام. حوالي 17 قريه بتخدمها المستشفى، واقرب مستشفى لينا اللي هي البداري جنوبا على بعد 15 كيلو، واقرب مستشفى لينا بحري مستشفى الايمان والشامله على بعد 35 كيلو. ابوتيك طبعا بعيد. ابوتيك يرجى العلم، استاذن حضرتك، يرجى العلم ان اغلب لكن مركز ساحل سليم الحاله الاقتصاديه بتاعتهم طبعا محدوده للغايه. طبعا معدومه. اتفضل يا فندم. طيب يا فندم، دلوقتي انتوا حضرتكم اخر مره تواصلتوا مع المعنيين امتى؟ مع وزاره الصحه امتى؟ اخر مره يا فندم تواصلنا مع المعنيين الاسبوع اللي فات مع مع مدير او رئيس مجلس اداره شركه ايلاند للانشاءات. تمام. ومع المهندس عماد الرشيدي. اللي هو حاليا رئيس جهاز دعم المشروعات الفنيه والهندسيه بوزاره الصحه. طب اعضاء مجلس النواب يا فندم، دكتور انا بعد اذن حضرتك اتفضل، انه تم عمل رسوم هندسيه جديده دخلت للمراجعه، يعني احنا بنتابع شبه يوميا معاهم. المشكلة ان في منتظرين مراجعة التصميمات الجديدة. طيب يا فندم يا دكتور. اتفضل.
اعضاء مجلس النواب يا فندم عن دائره ساحل سليم ما لهمش دور في هذا الموضوع؟ نتكلم بالحقيقه ولا نتكلم بالمجامله؟ لا احنا هنا ما بنتكلمش غير الحقيقه. الحقيقه اعضاء مجلس الشعب او النواب عن ساحل سليم والبداري كلهم من البداري، وللاسف تواصلهم معنا في المستشفى شبه منعدم يا فندم. يعني ما فيش عضو من اعضاء مجلس النواب يمثل ساحل سليم؟ لا يا فندم، يعني ساحل سليم مركزها يمثلها اعضاء من الفتح وساحل سليم والبداري، ولا يوجد عضو خاص بساحل سليم. يعني 250 ألف نسمة ما يمثلهمش عضو في البرلمان؟ لا يا فندم، لأكثر من دورة يا فندم. تمام فندم، جزاك الله خير، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور نحمي، ربنا يكرمك. وإحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى من خلال هذه القناة بنناشد طبعا وزارة الصحة والسيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بقضاء حوائج أهالي ساحل سليم اللي هم بيبلغوا حوالي 240 250 ألف نسمة. المستشفى تهدد في سنة 2017 وما فيش غير خمسها اللي باقي، والخمس ده ما يكفيش ل 17 قرية. يعني مثلا الأغنياء أو المتوسط الحال ممكن يروح لدكتور خاص أو ممكن يروح مستشفى خاصة، طب لكن الفقير لما يتعب دلوقتي هيروح فين؟ أسيوط بتبعد حوالي 25-30 كيلو، يعني حتى لو راح أسيوط عقبال ما يروح هيكون ممكن يكون الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. فنناشد وزارة الصحة المعنيين بالأمر الله يكرمكم، اقضوا حوائج ساحل سليم. وخلي بالكم يا إخوانا، أنا عايز بالنسبة لساحل سليم دي علشان بس الناس اللي ما تعرفش، ساحل سليم دي كانت بتحكم مصر في يوم من الأيام، تخيلوا؟ حد يسألني ازاي؟ هقول لك انا ازاي بقى. انتوا عارفين محمد محمود باشا؟ محمد محمود باشا اللي اطلقوا اسمه على اعرق شوارع وسط البلد في التحرير، محمد محمود ده من ساحل سليم. ده كان ماسك رئيس وزراء مصر لاربع مرات، شكل الوزاره اربع مرات، ده من هذه المدينه اللي ما فيهاش مستشفى اصلا، ساحل سليم. طيب ناخد الاستاذ ممدوح ونكمل، لان ساحل سليم دي قصه كبيره قوي. السلام عليكم استاذ ممدوح. السلام عليكم عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حاج ممدوح؟ ازيك يا عم الشيخ احمد، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك ويبارك فيك، الله يكرمك. مشكله مستشفى ساحل سليم دي من 2017. ايوه. وبالنسبه لاعضاء مجلس الشعب اللي هنا عندنا في دايره ساحل سليم والبدائل والفتح واذنوب، نعم، اربع مراكز بيتمثل منهم عضوين بس. عضوين فلازم طبعا ينظر في الموضوع ده، لازم حتى على الاقل اللي في مركزين، العضو من مركز تاني مش من مركز، مش من ساحل سليم يعني. ايوه يا باشا، ده ابنوب والفتح وساحل سليم والبداري بياخدوا منهم عضوان، يعني اربع مراكز حرام. حتى المفروض حتى على الاقل اللي في مركزين، على اساس ما فيش مركز يتظلم منهم. مع ان ساحل سليم دي كان بيمثلها حوالي يمكن 10 في من زمان في البرلمان ايام الملك فؤاد، يعني انا هقول لكم على القصه دي ان شاء الله باذن الله. من زمان وهي تبع الساحل والبداري، وبعد كده اتنوب الساحل والبداري والفتح. يعني من ساعه ما اتنشات وهي تبع مركز البداري، الاغلبيه طبعا بياخدها مركز البداري. لا احنا ان شاء الله باذن الله هنسعى ان شاء الله باذن الله. وراها اكثر طبعا حاجات زي كده، فلازم يتنظر الحدث في الموضوع ده. هنسعى ان شاء الله ونطلب من المسؤولين ونشهدهم ان هم حتى مركز ساحل سليم يكون حتى ليه عضو في البرلمان عشان خاطر يسعى لقضاء حوائج الناس، لان ما ينفعش. شكرا يا حاج ممدوح، ربنا يكرمك، جزاك الله خير. ما ينفعش يا اخواننا والله العظيم، مركز ساحل سليم ده ومدينه ساحل سليم من اعرق مدن جمهوريه مصر العربيه والله. اللي ما يعرفش ان حضاره ساحل سليم من العصر قبل الفرعوني، خلي بالكم البلد دي بلد عريقة، بلد أثرية. أنا زي ما قلت لحضراتكم إن محمد محمود باشا سليمان اللي هو كان ماسك رئيس وزراء مصر لمدة أربع دورات من ساحل سليم. أبوه بقى محمود باشا سليمان، محمود باشا ده عرض عليه الإنجليز ملك مصر قبل السلطان حسين، تخيلوا، اتعرض عليه ملك مصر فرفض، ده من ساحل سليم، وقال لهم لا أنا ما ينفعش أحكم سوري، ما ينفعش إن أنا يملى عليا حاجات، لازم ما 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 لازم أنا أحكم من دماغي، ما حدش يملي عليا قرارات. محمود باشا سليمان ده اللي من ساحل سليم ورفض وقال لهم لا ما ينفعش. ومحمد محمود باشا سليمان ابنه اللي أطلق اسمه على شارع التحرير دلوقتي، لما كان بيسألوا أنت مين؟ فكان بيقول لهم إيه؟ كان بيقول لهم أنا ابن من عُرض عليه الملك فأبى. خلي بالك،
انا ابنه من عرض عليه ملك مصر فرفض. ده منين؟ من ساحل سليم. ساحل سليم يا اخوانا خرجت عمالقه في السياسه، اثروا في الحياه السياسيه المصريه. ما ينفعش ما يكونش فيها مستشفى، ما ينفعش ما يكونش فيها صرف صحي. الصرف الصحي ليه 17 سنه في ساحل سليم بيعملوا فيه لغايه دلوقتي ومحدش سأل عنهم، والشوارع متكسره، وتقول لهم تعالوا سفلتوا الشوارع، يقول لك لما الصرف يتعمل. طب هيستنوا 17 سنه تاني عشان ما فيش نائب يدافع عنهم في البرلمان؟ فما ينفعش يا اخوانا. ساحل سليم خرجت محمد كامل عبد الرحيم بك. عارف محمد كامل عبد الرحيم بك ده كان 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 ايه؟ كان شغال ايه؟ اول سفير لمصر لدى الاتحاد السوفيتي سنه 1943 من ساحل سليم. محمد كامل عبد الرحيم بك اول سفير لمصر لدى الاتحاد السوفيتي سنه 1943، ثم عين بعد ذلك سفيرا لمصر لدى الولايات المتحده الامريكيه من سنه 1949 لسنه 1953. تخيلوا يعني بلد عريقه بهذا الشكل ما يكونش فيها مستشفى يا اخوانا. طيب معنا اتصال. الو السلام عليكم. معانا الاستاذ موسى من اسيوط. السلام عليكم. من اسيوط يا فندم. المستشفى يا فندم اتبنت سنه 1938 بتاع في الساحل. ايوه يعني شوف الله تبارك وتعالى، والمدرسة الزراعة طلعت ايه، والمدرسة الثانوي العسكري طلعت ايه، كانت عندنا في الساحل. تمام. ايه مركز الساحل مظلوم يا فندم. ايوه انا بقول هذا الكلام. يعني بلد تاريخ وامداد يا فندم، ده تاريخ وامداد ساحل سليم. طبعا. ما انا لسه بتكلم. يعني تاريخ والله. جزاك الله خيرا يا فندم. الله يكرمك. والمطعم يا فندم قفلوه. ومستأثرين يا فندم، مطعم ساحل سليم يا فندم. كله ده ان شاء الله هنتكلم عنه وهنشد المسؤولين ان هم يعملوه باذن الله، لان هذا المركز ما يستحقش هذا الكلام خالص. يعني جزاك الله خير. شكرا استاذ موسى. نكمل اخواننا. مركز ساحل سليم، هذا المركز العريق، خرج زي ما قلت لحضراتكم كده عمالقه. عمالقه اثرت في الحياه السياسيه المصريه، وكان في كذا عضو في البرلمان، وقلت لكم محمد محمود باشا وهو ابوه محمود باشا. فما ينفعش ما ينفعش. طب معانا اتصال. طيب فننشد المسؤولين الله يكرمكم، اقضوا حوائج ساحل سليم، هذا المركز العريق، ربنا يكرمكم وجزاكم الله خير. و يعني بصراحه الحلقه عدت بسرعه. نختم مع فضيلة الشيخ محمد حسن الصعيدي فليمتعنا بقراءته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. والأمر يومئذ
والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. احنا لسه معانا وقت تاني ولا يعني عايزين نسمع فضيلة الشيخ احمد عبد الفتاح البشتيلي ومتعنا كمان. تفضل مولانا. تفضل. يعني ما تيسر كده ربنا يكرمك. قالوا أتحب محمدا، قالوا أتحب محمدا، فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد. محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدمي. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله، وأذ لي من النبي غالي، الله الله. أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله، وأذ لي من النبي غالي، الله الله. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله؟ المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. طول عمري بتمنى أشوفه، الله الله، وانظر جمالك وأبوسه، الله الله. طول عمري بتمنى أنا أشوفه، الله الله، وانظر جمالك وأبوسه، الله الله. صبرت نفسي بحديثك وأقول لابد في الليل أراه. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. عليكم جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم ان شاء الله، جزاك الله خير. احبتي في الله، اعزائي المشاهدين والمستمعين، يعني نعود لقضاء حوائج الناس. يعني نشكر فضيله الشيخ احمد الفتاح البشير، فضيله الشيخ محمد حسن الصعيدي، وعايزين بس برضو ندوس على موضوع قضاء الحوائج وموضوع مستشفى ساحل سليم، لان الموضوع ده مهم جدا يا اخواننا. والله عايز اقول بس للمعنيين بالامر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
أحب الناس إلى الله عز وجل، أحب الأعمال، أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على إنسان، أي إنسان حتى لو ما كانش مسلم، أو تقضي عنه دين، أو تطرد عنه جوع، أو تفرج عنه كربة. وحاليا دلوقتي إخواننا يعني أهالي ساحل سليم في كربة بصراحة، يعني هم كلهم زعلانين، كل أهالي ساحل سليم زعلانين علشان إن مفيش مستشفى تعالج الناس، معظمهم فقراء. وعلى فكرة والناس بصراحة الناس دول طيبين قوي، الناس دول ناس مسالمين قوي. انتوا خلي بالكم يا اخوانا ان مركز ساحل سليم في سنة من السنوات خد المركز الاول على مستوى الجمهورية في الامن وفي السلام، تخيلوا. فناشد المسؤولين، الله ارجوكم مستشفى ساحل سليم ربنا يكرمكم. وبكده يا اخوانا نكون قد انهينا هذه الحلقة. وفي الختام أشكركم جميعا أيها المشاهدون وأيتها المشاهدات على حسن المشاهدة، وأشكر ضيفي الكريمين فضيلة القارئ الشيخ عبد الأحمد عبد الفتاح البشتيلي القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الصعيدي القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري، جزاكم الله خيرا أيها الأحبة. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.